أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم ولعن أعداءهم. ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ولعن الله قاتليك. نحن حين نتوجه إلى أبناء أهل الخلاف داعينهم أو داعين إياهم إلى أن يحرروا عقولهم مما ما زالوا يعاندون فيه، فإنا نريد لهم الخير بذلك ولا نريد لهم الشر. نحن حينما نعرض عليهم ما نراه مخالفا للإسلام الحق، فإنا نتوجه إليهم بهذا بكلمة صادقة نابعة من أعماق ضمائرنا، نريد بها أن نوقظهم من الجهالة والضلال. ليس بيننا وبين أهل الخلاف خصومة شخصية، إنما هي خصومة مبدئية. إنما نريد لهؤلاء القوم أن يصححوا عقيدتهم، فلا يؤمنوا بعقيدة هي مخالفة لما جاء به رسول الإسلام العظيم صلى الله عليه وآله. يلاحظ منا أهل الخلاف أننا نهاجم كثيراً زعماءهم وننقد بشدة تراثهم الديني بما فيه من أحاديث ومن آثار. هذا إنما نقوم به حرصا منا على هذا الإيقاظ الذي نطلبه ونريده. حينما نقول لهم مثلا: أيها القوم، لا تؤمنوا بكل ما وصلكم وما نشأتم عليه وما تربيتم عليه، فإنا نعني ما نقول. حينما نقول لهم مثلا: لا تصدقوا بكل ما جاءكم عن هؤلاء الذين تسمونهم صحابة، فليسوا جميعا صادقين ويمكن الوثوق بإخباراتهم، فإنا كذلك نعني ما نقول. حينما نقول لهم مثلا: لا تأخذوا بكل ما أخرجه البخاري ومسلم، فإنا كذلك نعني ما نقول. والذي نعنيه هو هذا: أنكم إن تشبثتم بهذه الأمور وأخذتم بهذا الذي نشأتم عليه، فإنكم تمضون في دروب الانحراف وتبتعدون أكثر فأكثر عن الإسلام الحق. على سبيل المثال، تطرقنا كثيرا
إلى جملة من الأحاديث التي يخرجها أو يرويها أهل الخلاف ويبنون عليها عقيدتهم. ليس الكلام هو في الأحاديث التي هي مهملة عندهم، إذ يقولون مثلا بوضعها أو بضعفها وأنه لا يمكن الاحتجاج بها. ليس الكلام في هذا النوع أو هذه الطائفة من الأحاديث، إنما الكلام هو في الأحاديث التي يقولون هم بصحتها ويصرون على ذلك لمجرد أن البخاري ومسلم أخرجا هذه الأحاديث، وهذا الإصرار منهم على صحة هذه الأحاديث يولد إشكالات وإشكالات وقوادح ثم قوادح في عقيدتهم في إيمانهم. فلذلك نحن ندعوهم إلى أن يتحرروا من هذه القيود. من يشكك منهم مثلا في سلامة وصحة كل ما جاء في البخاري ومسلم يطردونه عن الملة. لذلك عند أبنائهم تهيب كبير من أن يناقشوا مجرد المناقشة فيما جاء في البخاري ومسلم، يخافون، ومن ثم يربي هذا الإنسان نفسه على أنه ما دام في البخاري ومسلم هذا قد ذكر فإذا هذا صحيح، وما دام صحيحا فإنه يحتج به أو يؤخذ به ونبني عليه عقائدنا. الكلام هو في هذه النقطة. نحن نريدهم أن يتحرروا، نريد أن نشجعهم على أن يفكروا قليلا في هذا التراث، ينقدونه، يكون الشخص الذي يطالع هذا التراث يطالعه بنظرة ناقدة لا بنظرة ساذج، بحيث يسلم دينه للرجال هؤلاء الذين رووا مثل هذه الأحاديث. إذا اتصفوا بهذه الصفة وتحلوا بها، صفة النقد العلمي وإخضاع كل ما هو سوى القرآن الحكيم للقبول والرد، حين ذلك سيتحررون. تبدأ الخطوة الأولى عندهم بالتحرر من قيد البخاري ومسلم، تتلوها الخطوة الثانية وهي التحرر من قيد ما يسمى الصحابة، تتلوها الخطوة الثالثة وهي التحرر من قيد البكرية ومجموع المفاهيم البكرية، فحين ذلك ينتقلون إلى أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم ويبرؤون من أعدائهم. هي مسألة تحرر من هذه التراكمات، من هذه القيود التاريخية الكثيرة التي عطلت عقولهم. نحن نسير في هذا المسار ولا نريد لهم شرا، نريد لهم خيرا بهذا الذي نقوله، ونضرب عليه أمثلة شتى. يفترض لما تتمتع به هذه الأمثلة التي نطرحها من وضوح شديد، يفترض أن لا تكون مجالا للرد أو للتعسف أو للجحود والإنكار. هذا الذي بين أيدينا مثال جديد نسوقه كذلك من جملة أمثلة شتى نحن ماضون بها، وهي بالعشرات تقدمت منا من ذي قبل. لاحظوا معنا هذه الأحاديث.
وهي أحاديث معتبرة عند طائفة أهل الخلاف، وانتقيت منها أربعة أحاديث. الحديث الأول في مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث 16782، بسنده عن شداد بن أوس، هذا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله عز وجل زوى للأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، هكذا جمع لي الأرض وأراني إياها حتى رأيت ماذا؟ مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ما طوي ما جمع من الأرض هذا سيبلغه ملك أمتي، سيبلغ مثلا الروم، سيبلغ فارس، سيبلغ الصين، سيبلغ أي مكان. وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر. كل ما تقدم الآن ليس محل البحث، ما يأتي هو المحل، فركزوا جيدا. وإني سألت ربي عز وجل لا يهلك أمتي بسنة عامة، بسنة بعامة، يعني سألت أنا الله عز وجل أنه لا يصيب أمتي سنة فيها قحط، فيها جفاف، فيها جدب، فيها جوع، سنة عامة هكذا، مصيبة عامة تحل على الأمة فتهلك بسبب هذه الحالة، عامة جاعة مثلا. وإني سألت ربي عز وجل لا يهلك أمتي بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة، وأن لا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض. يعني النتيجة النبي صلى الله عليه وآله على حد زعم هذا الذي روي أنه سأل الله عز وجل ثلاثة أمور. الأمر الأول هو أن الله عز وجل لا يبتلي هذه الأمة بجوع، بمجاعة، بجدب، بما أشبه. الأمر الثاني أنه لا يبتليهم بعدو يتسلط عليهم فيهلكهم. الأمر الثالث أن لا يفرق هذه الأمة، يلبسهم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض، لا تحدث حروب أهلية، لا يقع تنازع بين الأمة. الحديث هذا بهذا اللفظ في مسند أحمد ينتهي عند هذا الحد، ولكن بالتصفح أكثر في مسند أحمد وغيره شواهد هذا الحديث تنبئنا عن أن الله على حد زعم هذا الذي روي أن الله عز وجل رد طلب النبي الثالث حينما طلب أن الأمة تبقى مجتمعة لا تتفرق، هذا رده ولكن قبل الطلبين الأولين. في مسند أحمد رقم الحديث 21512، بسنده عن معاذ بن جبل قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله أطلبه، فقيل لي خرج قبل، قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال مر قبل، حتى مررت فوجدته قائما يصلي، قال: فجئت حتى قمت خلفه، قال: فأطال الصلاة، فلما قضى الصلاة قلت: يا رسول الله لقد صليت صلاة طويلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني صليت صلاة رغبة ورهبة. سألت الله عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة،
سألته ألا يهلك أمتي غرقا فأعطانيها. هذه تنسجم مع ما جاء في الحديث الأول ألا يهلكهم بسنة بعامة. يقول فأعطانيها وسألته ألا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. لا، حروب أهلية لازم تقع. شاهد ثالث، والحديث هذا في صحيح مسلم، رقم الحديث 5149 بسنده عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، أحد عبيده خدامي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله زوى للأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وآله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا أو يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. حديث رابع في سنن الترمذي، رقم الحديث 2103 عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأصفر وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وآله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نفس اللفظ الذي في صحيح مسلم، ولكن يهمنا هنا تعليق الترمذي عليه. يقول قال أبو عيسى اللي هو الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فإذا هذه الأحاديث بهذا المضمون مضمونها صحيح، هذا هو المهم. طيب السؤال هنا، نحن حينما نقول لأهل الخلاف فكروا أعملوا عقولكم لا تأخذوا بكل ما جاء عندكم، فإنا بالفعل نعني ذلك، نريد به تصحيح عقائدهم، لأنه إن أخذ بهذا الحديث وقيل بصحته، إن قيل بصحة هذا المضمون فهذا يفتح باب الشك في نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. تسألني كيف؟ أقول لك أولا هذه الأحاديث بهذا المضمون تستنقص قدر النبي صلى الله عليه وآله،
تصوره أو تظهره بمظهر ذلك الإنسان ناقص العقل والعياذ بالله. لماذا هو ناقص العقل؟ لأنه يسأل الله عز وجل أمرا لا يكون، يسأل الله أمرا مخالفا لسنته في عباده، وهي مسألة ماذا؟ الافتراق والتنازع والاختلاف. يريد النبي أن لا تختلف هذه الأمة. يفترض أن شخصا مثل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله لا يكون بمثل هذا المستوى من الضعف الإدراكي والعقلي، يعني نضجه، يفترض عنده نوع من النضج الذي يفهم بموجبه أن هذه سنة الله عز وجل، أن الأقوام تفترق بعد أنبيائها، وأن الله هذا هو ما قضاه، لأن الدنيا دار امتحان، ابتلاء، اختبار، فيترك الناس مختارين، لا يتدخل الله عز وجل فيمنعهم، أي يجبرهم عن أن يختلفوا. أصلا سنة الله في الخلق هي ماذا؟ الاختلاف. الاختلاف. يعني هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله إلى هذه الدرجة من السذاجة اللي يسأل الله عز وجل أمرا مناقضا لسننه؟ عينا مثل ما لو افترضنا أحدا سأل الله عز وجل أمرا مناقضا لأية سنة أخرى من سننه في خلقه، وليكن مثلا أنه يسأل، لنفترض هكذا، نبيا يسأل الله أنه إلهي خلد أمتي، اجعلهم لا يموتون، هذا مناقض للسنة الإلهي في البشر، هذا مناقض أصلا لحكمة الله عز وجل. فلا يوجد نبي، يعني هذا سؤال أطفال، هذا النبي الذي يسأل هكذا سؤال، ليس هو ذاك، ليس نبي من يسأل سؤالا كهذا، ليس نبيا من يسأل سؤالا كهذا، لأنه الأنبياء هم أكثر الناس نضوجا في العقل، هذا شيء واضح. إنما اختارهم الله عز وجل لتبليغ رسالاته لأنهم ماذا؟ قد اكتملت عقولهم دون سائر البشر، المسألة واضحة. فكذلك حين يسأل النبي صلى الله عليه وآله أنه إلهي، لا يعني مضمون أنه لا تجعل أمتي يختلفون ويتنازعون ويتحاربون، هذا لا يتوقع صدوره من النبي صلى الله عليه وآله، خاصة إذا لاحظنا أن النبي هو نفسه الذي ينقل عن الله عز وجل جريان هذه السيرة إلى الأبد، جريان هذه السنة إلى الأبد، وهي سنة الاختلاف في البشر، في آيات عديدة نقرأها في كتاب الله عز وجل. فهل يعقل هو هذا النبي الذي هو ينقل عن الله عز وجل أن الاختلاف بين البشر سيمضي وسيستمر إلى الأبد، وهذه سنة الله، والله هكذا قضى وقدر، هو يسأل الله عز وجل خلاف ذلك؟ اقرأوا في سورة يونس عليه السلام الآية 20، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، زين، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. الله يحكي الواقع التاريخي للبشر، الناس كانوا ماذا؟ أمة واحدة، ليس بينهم اختلاف لما هبط آدم عليه السلام، ولكن بعد ذلك ماذا؟ اختلفوا. طيب ليش إذن يا الله لا تعيد جمعهم من جديد أو تفصل بينهم؟ لولا كلمة سبقت من ربك، الله قضى في كلمته أي في قضائه أنه يمضي هذا الاختلاف، لأنه بهذا الاختلاف يمكن أن يتميز الصالح عن الطالح، المؤمن
عن الكافر المنقاد إلى الله عز وجل عن غير المنقاد وذلك المتمرد والعاصي. نقرأ في سورة البقرة في الآية 214: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ما اختلفوا إلا ماذا؟ بالنتيجة بعد بعثة الأنبياء الله تدخل ومنع هذا الاختلاف؟ كلا، الله أمضى. ما من نبي جاء إلا وسبب اختلافا أولا، ثم بعد ذلك نفس الجماعة التي آمنت به بعد رحيل ذلك النبي اختلفت أيضا فيما بينها. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، صار اختلاف ولكن الله ماذا؟ يهدي الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في سورة الشورى في الآية 8: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. الله لو أراد يجعلهم أمة واحدة، فبالمفهوم ماذا؟ أن الله لم يرد، لا يشاء الله عز وجل أن يجعلهم أمة واحدة. إذن سنة الله هي ماذا؟ الاختلاف، والاختلاف يقتضي التنازع، والتنازع يقتضي ماذا؟ الحروب، وهذا الذي يجري في التاريخ الإنساني كله. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. في سورة النحل: ولو شاء الله لجعلكم، الخطاب ها هنا لمن؟ للمسلمين. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. الله لا يريدنا أن نبقى أمة واحدة، شنو نسوي؟ الله يشجع على الطائفية؟ الله لا يريد. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. طبعا يضل من يشاء لا على النحو الذي يفسره أهل الخلاف، لا، معنى يضل من يشاء أن يتركه يضل، هذا اختار طريق الضلالة، لا أنه الله يجبره على الضلالة وإلا كان ظالما والعياذ بالله، لا، وإنما يتركه يضل فلا يتدخل. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. في سورة هود عليه السلام آيتان: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يعني سنة الله أنه ماذا؟ لا يزال البشر مختلفين، خلص. ولذلك إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذه كلها حكمة الله عز وجل. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. زين، فإذا مع كل هذه الآيات التي نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، يفترض أن يكون قد استوعب، يعني هسه نفرض أنه ما كان مستوعب والعياذ بالله، على الأقل قد استوعب أنه البشر سيبقون مختلفين والأمة هذه ستختلف. أصلا هو كان يقول وكان يتنبأ بأن الأمة ستختلف من بعده، وإلا ليش كان يتحدث عن أنه عمار ستقتلك الفئة الباغية؟ شنو يعني؟ يعني هذا شغل عقلك، شنو معنى أنه
عمار ستقتلك الفئة الباغية. إذن سيقع نزاع في هذه الأمة وستنقسم وستحدث هنالك أو ستنشأ فرقة باغية تقتل عمارا عليه السلام. المسألة هكذا أساسا. هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وهي مشهورة مستفيضة معروفة، التي تتحدث عن افتراق هذه الأمة واتباعها سنن ما مضى من الأقوام والأمم السابقة. افترقت النصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحد، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يعني شنو معنى ذلك؟ أن النبي ينبئنا بشكل واضح وبشكل صريح مكررا كرارا مرارا أنه لا شك هذه الأمة ستفترق. من جهة الكتاب العزيز الله أنزل عليه آيات عدة في هذه في هذا المعنى، وأن هذه سنة الله التي لن تتبدل. من جهة هو مستيقن من الموضوع فيبلغنا إياه أنه خلص حتمية الافتراق، حتمية التنازع. في بعض أحاديثه التي يرويها أهل الخلاف أنفسهم أنه يخاطب أصحابه ويقول ما مضمونه؟ أنه لترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهل يعقل مع كل هذا، يعني تتخيل الموقف مع كل هذه الدلائل، أن النبي على الأقل مستوعب الموضوع، يأتي يسأل الله عز وجل أمرا مناقضا لكل هذا؟ يقول لا إلهي لا تخلي أمتي تفترق. شيء لا يتصور في حق النبي صلى الله عليه وآله، إلا أن يقال أنه والعياذ بالله كان ساذجا أو ناقص عقل والعياذ بالله. اطوي هذا كله، أعرض عن هذا كله، مع أن هذه الأحاديث وهذا المضمون المنتقى من الأحاديث كما قلنا يستنقص قدر النبي صلى الله عليه وآله، لكن إن سلمنا فليجب المخالفون بما يجيبون أنه لا ما يستنقص قدر النبي. كان قبل نزول الآيات مثلا، مع أنه هذه من الأحاديث المتأخرة بدلالة ثوبان وكذا، الراوين يعني الراوين عن النبي في السنين الأخيرة من حياته الشريف. افرض هكذا، خلي يجيبون بأي جواب، ولكن يبقى هذا المضمون من هذه الأحاديث يبقى يشكك الناس بنبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. كيف؟ لأنه سأل سؤالا لله عز وجل، وفي الأحاديث أن الله عز وجل قد استجاب له وأعطاه سؤله، ولكن الواقع خلاف ذلك، أي أن هذه الأحاديث تصادم الواقع، الواقع المحسوس. شنو تقول الأحاديث؟ تقول سألت ربي شنو؟ أن لا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة. سألته أن لا يظهر عليهم عدوا ليس منهم. ما يظهر عليهم عدوا ليس منهم، من نفس المسلمين، فأعطانيها الله، أعطاني هذا الشيء. سألته أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، يعني جماعتهم أو أصلهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، الكل فليجتمع، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، إلى آخر الأحاديث. كلها تتحدث عن ماذا؟ عن أن الله تبارك وتعالى قد استجاب للنبي صلى الله عليه وآله هذا الدعاء،
أنه لا تتمكن أمة أخرى من أن تظهر علينا تتسلط علينا. فاسأل نفسك الآن، كم أمة ظهرت علينا في القديم والحديث وتسلطت علينا؟ واللطيف أن الروايات هكذا تقول، يستأصل بيضتهم، يعني قد يتكلف هذا المخالف يقول لا، المراد يعني أنه يصل إلى عقر دار الإسلام والمسلمين، يقولون بيضة الإسلام ماكو، ويظهر علينا. فقد يقول هكذا هو المراد، وهذا ما حصل. يعني الآن مثلا أمريكا متسلطة علينا، الصهاينة كذلك متسلطون علينا، بس ما وصلوا إلى عقر دورنا، ما يعني ظهروا علينا تماما. فقرعه بهذا المثال التاريخي المعروف، المغول ماذا صنعوا؟ وصلوا إلى البيضة أم لا؟ وصلوا إلى العاصمة، إلى بغداد التي كانت حين ذاك ماذا؟ عاصمة الدولة الإسلامية، وبالفعل ظهروا على كل الأمة، يعني خلص كل الأمة صاروا تحت حكم المغول. ولهذا السبب أصلا هذول السلالة العثمانية ماكو، الخلفاء العثمانيين كما يسمونهم، خلفاء الجور، سلالة الأتراك العثمانيين، هؤلاء أساسا سلالة مغولية بالأصل، هذول من المغول، من القسم من المغول الذين بسبب بقائهم في الديار الإسلامية أسلموا، فصارت الملوكية فيهم. فالنتيجة المغول وقد كانوا وثنيين مشركين ظهروا على المسلمين، ظهروا على أمة الإسلام. الصليبيون قرنان من الزمان، 200 سنة ظهروا على المسلمين. وامشي هكذا في سياق التاريخ تصل إلى الاستعمار، استعمار بريطاني وصل إلى البيضة أم لا؟ ما كانت هنالك دولة أيام المجد الإمبراطورية العثمانية البريطانية إلا وخاضعة تحت الانتداب البريطاني أو تحت الانتداب الفرنسي الذي كان متحالفا في حرب الحلفاء مع الانتداب البريطاني، مو هالشكل؟ عهد الاستعمار كانوا قد ظهروا علينا، إلى العهد الذي نحن نعيشه الآن هم هم ظاهرون علينا، يعني هم مظاهرون علينا، ظاهرون علينا، هذا واضح بعد. يعني يفترض أن لا يختلف اثنان في ذلك، أنه على الأقل البيت الأبيض الأمريكي يتحكم الآن في كل دولنا بنحو أو بآخر، كل زعمائنا هم عبارة عن صبيان بنحو أو بآخر، كل حكامنا للبيت الأبيض ولزعيم البيت الأبيض، فهم ظاهرون علينا، هم ظاهرون علينا بشكل واضح، ويقتلوننا ويستحيون نساءنا ويصادرون حقوقنا، يعني نحن تحت هيمنتهم. زين، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يقول أنه الله أعطاني هذا الأمر الذي سألته، أنه لا يظهر عليهم عدو من غير أنفسهم، فإشلون نطبق ذلك على الواقع؟ ماذا نقول؟ بماذا نجيب؟ الشخص الشاب البكري إذا لم يتحرر من ذلك، لم يتحرر من هذا التراث الموبوء، فإنه ينتقل إلى الإلحاد، ينصدم، يقول شوفوا هاي أحاديثكم بتقولون هذا نبي وهالشكل يقول مفروض يكون صادق، وإحنا شوف المذلة اللي نعيش بها الآن، وقد ظهر علينا أعداؤنا وتسلطوا على رؤوسنا. فإذا هذه الأحاديث تخالف الواقع، تصادم الواقع، فلا يمكن التسليم بها. هذه الأحاديث مع قطع النظر عن أسنادها، لأنه المشكلة عند أهل الخلاف أنهم بشكل عام كأنهم هكذا يعبدون الأسناد، يعني عند هالشكل مخه بس يروح على السند، ما دام السند صحيح ونظيف ورواه البخاري رواه مسلم عن الثقات عن الأثبات، خلص أنا أقبل به وأعطل عقلي،
حتى إذا كان مضمون الحديث مخالفا للواقع، مخالف للواقع، فإشلون يعني إشلون تقدر توفق بين الأمرين؟ فيعطل عقله أو يلف ويدور يقول لا يعني المراد أنه يهلكون كل الأمة، وهذا واضح أنه أجنبي عن مدلول الروايات التي ذكرناها. ما كان الكلام عن أنه استئصال الأمة، ما كان الكلام هكذا، وإنما الكلام كان عن الظهور، عن الهيمنة. الروايات كلها تدور في هذا المعنى أو حول هذا المعنى. فلا يبقى أمامهم إلا التكلفات، التكلفات هم لا تقنع المثقفين من شبابهم فيصير ملحد. تكلفات لا تغني ولا تسمي من جوع الآن. إلى الآن عندهم مشكلة في هذا حديث الذبابة مال أبو هريرة، أنه إذا ذبابة وقعت في الإناء فأنت اغمسها وطلعها، وسووا لك فضائح، فضائح أنه لا بالفعل العالم ما أدري بروفيسور الكذائي في ما أدري وين مكان في كندا في أمريكا أثبت، لا صحيح صحيح بالفعل أنه في جناح أكو داء في الجناح الآخر أكو شنو دواء، والله أكبر معجزة علمية وأحاديث كلها كذب كلها خرط بخرط. ماكو هكذا شيء، ماكو هكذا شيء. اسأل امروح، اسأل اي احد، كل عبارة ما ادري وين يطلعون اسماء، يطلعون اشياء يعني من عندهم. بعدين اصلا السؤال، اصلا الذبابة لما تقع الان لما تشوفها خو ليش تغمس اخو، هم الجناحان وقعا على نفس عمرك شايف ذبابة هالشكل مسوية، مسوية بس جناح واحد يعني الجناح الاخر اللي فوق هي ذبابة، اذا وقعت في طعام او في شراب خو الجناحان حتما يمسان الطعام أو الشراب هذا، فما يحتاج إلى الغمس يعني، ما طول أنه في الأول داء وفي الثاني دواء، الدواء صار خلص، فليش لازم الغمس يعني؟ ومن يسويها بربك؟ منو مستعد يشرب ماء بنكهة الذباب؟ منو مستعد؟ إلا إذا أبو هريرة أو أم أبي بكر هذه اللي كانت تأكل الذباب. يعني هذا حديث فيه رائحة بكرية بمعنى الكلمة. فمشكلة عندهم يعني، يحاول بأي طريقة يوفق ما بين هذا التراث المخالف للملموس للمحسوس، بأي طريقة يوفق بينه وبين العقل، ولا توفيق إلا بالتكلفات، والتكلفات لا تغني ولا تسمن من جوع أبدا. هذا منهج غلط، هذا منهج الذي يجعل شيوع الإلحاد في أوساط شبابهم كثيرا. شوفوا الآن أنتم موجة الإلحاد في مصر مثلا كيف هي في تصاعد رهيب وخطير بسبب هذه الأمور، أمثال هذه الأمور. تريد تقنع هذا الشاب المثقف بحديث الذبابة مال أبو هريرة؟ لو تقنع بهذه الأحاديث التي تثبت أن هذا النبي يقول كلاما ويدعي أن الله قد استجاب له والتاريخ كله مخالف لذلك، أم تريد أن تقنعه برضاع الكبير وأحاديث رضاع الكبير؟ منهجنا في المقابل، نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام، نحن الرافضة، منهج مغاير لذلك تماما. نحن لا نعطل العقل، في نفس الوقت لا نبالغ فيما نسميه العقل فنرفض كل ما جاءنا بدعوى أنه يخالف العقل. كلا، عندنا أصول دقيقة ندرسها وندرسها على مدى سنين طويلة في الحوزات العلمية حتى تضبط هذه الضابطة التي تجعلنا نفهم متى نقبل حديثا ومتى نرده من خلال مناقشة الموضوع، من خلال مناقشة المضمون، من خلال مناقشة المتن كذلك، مو فقط السند. كم من أحاديث عندنا صحيحة السند لكننا لا نأخذ بها ولا نحكم باعتبارها، ليش؟ لأنه المضمون عندنا ماذا؟ مخالف مثلا للكتاب، مخالف للسنة المستفيضة، مخالف للعقل. العقل له مركزية ومحورية في البنيان العقائدي والفكر الشيعي، أحد مصادر التشريع عندنا العقل، مصدر الثالث الكتاب، السنة، العقل، الإجماع. هم ما عندهم، ما يعملون بها،
فلذلك ما يشغل عقله، ما عنده استعداد يشغل عقله. ها قد ضربت لكم نموذجا على أحاديث عندهم يقولون بصحتها باعتبارها تخالف الواقع الحالي، وأعرض لكم، يعني فلنعبر هكذا، نقول هذه الأحاديث تخالف التاريخ المعاصر، وهي بالوضوح من الوضوح بمكان لا تجعل أحدا يقبلها، يعني واضح أنها أحاديث موضوعة منحولة. نعرض الآن حديثا آخر أيضا يقولون بصحته وهو يخالف التاريخ القديم المسلم به، لا تاريخ قول قائل مثلا من المؤرخين، لا، وإنما المؤرخون جميعا تسالموا على ذلك. وأيضا نجد هذا الحديث يصادم تلك الحقيقة التاريخية، والعجيب أنهم ما زالوا يصرون على صحة هذا الحديث. اسمع هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في باب، هكذا سماه، من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، حتى أبو سفيان هم رضي الله عنه، بعد الكل بعد صار من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى أبو سفيان رأس الكفر، طبعا رأس الكفر الأول، لأنه رأس الكفر الثاني عائشة. رقم الحديث في صحيح مسلم 4564 بسنده إلى أبي زميل قال حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه. أبو سفيان لعنه الله بعدما أسلم مضطرا بعد فتح مكة وصار من الطلقاء هو وابنه وقومه، المسلمون ما كانوا يتحملون مجالسة هذا اللعين، يجلس مع شخص كان رأسا من رؤوس الكفر والعداء لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، وقتل من قتل من المسلمين، وجيش من جيش من الكفار لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله، يستذكرون طبيعة بعد إنسانية، صحيح النبي صلى الله عليه وآله عفى عن هذا الرجل، بس نفوسهم ما كانت تحتمل مجالسته، ما كانوا يقاعدونه، ما كانوا يجالسونه، ما كانوا ينظرون إليه. كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله، أبو سفيان قال يا نبي الله ثلاث أعطنيهن، ثلاثة أمور أريد من عندك أعطني إياهن. قال نعم. قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال نعم. قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال نعم. قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال نعم. ثلاثة حاجات عندي، حاجة الأولى عندي بنتي أم حبيبة تتزوجها، وهذه شنو ترى؟ ملكة جمال، أحسن العرب وأجمله، أم حبيبة بنت أبي سفيان. معاوية هم تخلي خال المؤمنين يصير كاتب، كاتب الوحي، زين. وتؤمرني تخليني أمير حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، يعني كفارة أسوي أروح أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم، يعني النبي قبل بهذه الأمور كلها. قال أبو زميل الراوي عن ابن عباس ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وآله ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم.
لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم، يعني طبيعة النبي صلى الله عليه وآله ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. هذا الذي مدح به الفرزدق الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، وبطبيعة الحال وبالأولوية تكون هذه الصفة صفة جده سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. شوفوا إخواني، الكلام ليس في أنه يعني الحديث هذا فيه مدح للنبي صلى الله عليه وآله أنه يعني لا يقول لا يستجيب، وليس الكلام كذلك في أنه مثل هذا الحديث مروي عندكم أيها الشيعة. نعم هو مروي عندنا، ولكن المخالف هم جاهل، هو مروي في مكارم الأخلاق، ولكن عن هذا السند عن المخالفين، يعني مروي عن المخالفين مو مروي بطرقنا نحن عن أئمتنا عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فالمخالف جاهل مع الأسف، يعني الآن حينما أنا أشكل الآن عليهم بأنه هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه، يقول ها موجود عندكم في مكارم الأخلاق للطبرسي. إنزين، أولا هل أقول أنا بصحته مكارم الأخلاق هذا الحديث في مكارم الأخلاق؟ أقول بصحته خلا أقول بصحته، هذا كتاب سنن وآداب، هذا أولا. ثانيا رحت شفت هذا الحديث عمن نقله الطبرسي، خو نقله عنكم، فهذا شيء عجيب، يعني يرتكب مغالطة أنه يقول شوف هذا الحديث له نظير عندكم، بس هو ما أدري يستجهل أو هو جاهل أنه هو الحديث ذاته الذي عنده، ولكن مجرد أنه قد نقله هذا الناقل في كتابه للاطلاع. الكلام ليس في هذه الجنبة، الكلام في أنه هذا الحديث يناقض التاريخ، لأن فيه أنه أبو سفيان بعد إسلامه عرض ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان على النبي حتى يتزوجها، فقبل النبي باعتبار كانت أحسن العرب وأجملهن مواشكل. طيب التاريخ كله يحدثنا أن النبي قد نكح بنت أبي سفيان هذه قبل أن يسلم أبو سفيان أصلا، قبل أن يسلم أبو سفيان. ارجعوا إلى السيرة النبوية إلى كتاب السير تجدون هذا الشيء، والقضية معروفة. زوج أم حبيبة من كان؟ عبيد الله بن جحش. هذا الرجل هاجر معها من مكة إلى الحبشة، وهناك في الحبشة ارتد صار نصرانيا. تصدق واحد من السابقين الأولين يصير مرتد؟ إيه؟ صار واحد من السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم صار مرتد. مخالفين جهلة يقولون أنه أنتم شلون تنسبون إلى أبي بكر وعمر وعثمان وهم من السابقين الأولين أنهم قد ارتدوا، يصير واحد من السابقين الأولين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه يرتد؟ ما يصير، أنتم ها هنا تكفرون بكتاب الله. ورجع عليه الكلام، قل له إذن ماذا تفعل في عبيد الله بن جحش؟ بالإجماع من السابقين الأولين بالإجماع هم ارتد صار نصراني ومات على النصراني، يلا كلكم كفار، كلكم كفار بكتاب الله، أو ألغي التاريخ كله. ما يحرر عقله، ما يستوعب أنه هذه الآيات القرآنية التي هي في مدح ثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كلها مشروطة بحسن العاقبة، مو فوضى. كان يوم من الأيام من السابقين الأولين بعدين ارتد، خير إن شاء الله، ما يصير، يمتنع عقلا. كل هذه الآيات مشروطة بحسن العاقبة، بالبقاء على إيمانه، مو هكذا. ما يستوعب المخالف الحكي ويغالطك، لا يغالطك أنت لأنك شيعي رافضي أسد في الكلام معه، لكن يغالط قومه، يقول له شوف شوف الشيعة شلون يكفرون بكتاب الله. الشيعة يقولون أنه أبو بكر وعمر ارتدا وهما من السابقين الأولين، وانظر إلى فضل السابقين الأولين في كتاب الله، يقول لك هذول يكفرون بكتاب الله، ما يستوعب ولا يريد الآخرين أن يستوعبوا، ما يفكر
ولا يريد للآخرين أن يفكروا. هذه هي مشكلتنا مع هؤلاء القوم. أيضا ها هنا نفس الشيء، أم حبيبة بنت أبي سفيان متى أسلمت؟ متى تزوجها النبي صلى الله عليه وآله؟ كان ذلك بالإجماع قبل فتح مكة وقبل أن يسلم أبو سفيان. كمثال فقط أنا أنقل لكم ما رواه ابن هشام في سيرته، السيرة النبوية لابن هشام، لاحظ المجلد الثاني الصفحة 362 لما يذكر المهاجرين إلى الحبشة، يقول: ومن بني أمية عبيد الله بن جحش بن رئاب الأسدي. هذا من بني أسد، شلون صار من بني أمية؟ لأنه حليفهم. هكذا يقول: ومن بني أمية عبيد الله بن جحش بن رئاب الأسدي حليف بني أمية بن عبد شمس. حليف القوم يحسب عليهم كذلك. لذلك أنت لما في زيارة عاشوراء المقدسة تقول: ولعن الله بني أمية قاطبة، فحتى الذي لا ينتمي دما ونسبا لبني أمية لكنه يتحالف معهم أو يمالئهم أو يميل إليهم فإنه مشمول بنطاق هذا اللعن كذلك. يعني الآن أنت لما تقول ولعن بني أمية قاطبة، يعني حتما يدخل في ذلك أمثال مفتي آل سعود وما مفتي آل سعود الذين اليوم يحاولون الدفاع عن يزيد وبني أمية. يقول في ذكر المهاجرين إلى الحبشة: ومن بني أمية عبيد الله بن جحش بن رئاب الأسدي حليف بني أمية بن عبد شمس، معه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فلما قدم عبيد الله أرض الحبشة تنصر بها وفارق الإسلام ومات هناك نصرانيا، فخلف رسول الله على امرأته من بعده أم حبيبة بنت أبي سفيان ابن حرب. خلف رسول الله على امرأته من بعده. طيب متى خلف عليها؟ خلف عليها قبل فتح مكة وقبل أن يسلم أبو سفيان أو يستسلم بالأحرى. ما الدلالة على ذلك؟ من نفس السيرة النبوية لابن هشام. شوية تمضي تصفح الأوراق أكثر توصل إلى الصفحة 396 لما يذكر مقدمات فتح مكة، لما نقض القوم العهد وصارت المشكلة والنبي صلى الله عليه وآله قال: إذن لا عهد، مضمون الكلام أنه لا عهد بيننا وبينكم، فخلص إحنا راح ندخل مكة من الآن. فجاء أبو سفيان في الأيام الأخيرة ماذا؟ محاولا ثنيا النبي صلى الله عليه وآله عن عزمه في دخول مكة وفتح مكة. مو هالشكل؟ قضية معروفة. يقول: ثم خرج أبو سفيان، هذا طبعا كله في السنة ماذا؟ السنة الثامنة، السنة الثامنة من الهجرة. يقول: ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان. لاحظها هنا. فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله طوته عنه، حسب الرواية في سيرة ابن هشام، جاء أبو سفيان دخل على ابنته أم حبيبة، فأم حبيبة شافته يريد يقعد شالت الفراش عنه حتى لا يجلس عليه، فقال: يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ أريد أفهم ليش شلت هذا الفراش؟ هل لأنه هذا الفراش قيمته ما تسوى أنه واحد مثلي أنا ملك أجلس عليه؟ لأنه فراش مثلا بالي أو فراش مثلا ليس بشيء، لأنه عادة متاع النبي صلى الله عليه وآله كان هكذا، يعني مو شيء اللي فيه فخامة. فهل هكذا كان أم رغبت به عني؟ أنه هذا الفراش أنت تفضلينه علي، ما تريديني أن أجلس عليه؟ قالت: بل هو فراش رسول الله، وأنت رجل مشرك نجس،
ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله، لا تلوث وتنجس فراش رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا يستفاد من هذه الرواية؟ أنه لما دخل أبو سفيان على ابنته أم حبيبة في السنة الثامنة من الهجرة قبل فتح مكة، كانت أم حبيبة زوجا لرسول الله صلى الله عليه وآله، فرغبت بالفراش عنه وطوته عنه. فإذا كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وآله أصلاً، فكيف بعدما أبو سفيان يسلم أو يستسلم بعد فتح مكة ويأتي إلى المدينة، يهاجر إلى المدينة، يقول للنبي ثلاث أعطنيهن وإحداهن شنو؟ أزوجك بنتي أم حبيبة. فالنبي صلى الله عليه وآله يقبل. خلو شلون يزوجها وهي أساساً متزوجة منه؟ وهذا يرويه المسلم في صحيحه. فإذا هذه الرواية تصادم ماذا؟ تصادم التاريخ، تصادم الواقع التاريخي. هم تواجه بهذه الكلمة تقول له يا أخي تحرر، تحرر من هذه القيود، لا تعتبر البخاري ومسلم كتابين لا يأتيهما الباطل من بين يديهما ولا من خلفهما. شوية تحرر، شغل عقلك، فكر. يقول لك لا، ما دام في مسلم فهو حق. إيشلون حق؟ المرأة التي تزوجت تزوجونها مرة أخرى، إيشلون يصير؟ يطلع لك تكلفات. شنو من بين تكلفاتهم؟ يقول لك ها، هذه المرأة أو هذه البنت لأبي سفيان اللي عرض على النبي أن يزوجها إياه وسماها أم حبيبة، هذه أخت أم حبيبة مو أم حبيبة. طيب شلون هذه هم اسمها أم حبيبة؟ يقول هم كانت كنيتها أم حبيبة. زي شنو كان اسمها؟ يقول كان اسمها عزة. زين أنت جاهل، غبي أنت إلى هالدرجة من الغباء؟ الرواية في صحيح مسلم ماذا تقول؟ أبو سفيان يقول لي النبي صلى الله عليه وآله قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها؟ قال نعم. ورسول الله يقبل، يعني قبل، يجمع بين الأختين. إذا افترضنا هذه أم حبيبة هي بنت أخرى لأبي سفيان واسمها عزة كما زعمتم، وهم كنيتها أم حبيبة مع أنه ما لها ذكر في التاريخ، ما لها، إنما جعلوا هكذا لتصحيح هذه الرواية، ما لها ذكر صحيح ومستقيم بالتاريخ أبدا. خلي نفترض أنه كلامكم صحيح، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله قبل الجمع بين الأختين وهو حرام. شلون يقبل أصلا؟ يعني عنده زوجة أولى بنت أبي سفيان ويعرض عليه الأخت الثانية لها والنبي أيضا يقبل. وأساسا هل كان المشركون يعرضون البنت الثانية، يعني يجمعون بين الأختين؟ ما كانت هذه عادته. يعني أبو سفيان إلى هالدرجة هم يعني حتى بتقاليد الجاهلية ما يعمل، اللي يريد أن يزوج ابنته الأخرى أيضا إلى النبي صلى الله عليه وآله. شنو عزة؟ شنو هالكلام؟ هذا كلام ما يقبل، يعني لا يقبله العقل، بس تكلف حتى ماذا؟ يصحح الرواية بأي شكل من الأشكال حتى لا ينتابه أحدا شك في صحيح مسلم أو صحيح البخاري. خلص المهم قاله الشيخان بأي طريقة من الطرق، أو رواه الشيخان، إذن هو ثابت. لأنه المشكلة هذا الزعماء البكريين يفهمون كما نقول يلعبونها صح إنجاز التعبير، يريد من البداية يوصد الباب، ما ينطي مجال أنه هذا الحديث يكون باطل، لأنه إذا تبين هذا الحديث باطل فمعنى ذلك يفتح الأعين على سائر الأحاديث الأخرى، فيبدأ الناقد البصير ينقد باقي الأحاديث. فشنو يطلع؟ يطلع عائشة مو المبرأة من فوق سبع سماوات، لأنه إذا نقد حقيقة كما فعلنا في كتاب الفاحشة على الموازين العلمية يشوف لا، مو عائشة هي المبرأة من فوق سبع سماوات، هذه كذبة.
يكتشف أنه مثلا أبو بكر وعمر ليس بذلك المقام وذلك تلك الجلالة وتلك العظمة، فينكر أو يشك في كل هذا التراث، ولا يبقى منه ولا يصفى منه إلا ما هو متعلق بحق أهل البيت عليهم السلام، فيتشيع هذا الناقد إذا كان ناقدا منصفا. فهو حتى يمنع المد الشيعي من البداية يوصد الباب من البداية، يقول لا 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 تتقرب أبدا إلى البخاري ومسلم، تحاول تشكك في الأحاديث. ولذلك يبدعون يفسقون وأحيانا يكفرون حتى من كان منهم شوية تمرد على البخاري ومسلم، خصوصا في هذه العصور المتأخرة. مثلا هذا محمود أبو رية مثلا المصري كان ينقد ما في البخاري ومسلم، وهو من رجال الأزهر. حتى محمد عبده شيخ الأزهر ما كان يسلم بكل ما في البخاري ومسلم، ولذلك محمد عبده كان يرفض حديث سحر النبي صلى الله عليه وآله، هذا مال عائشة ومال الإسخام، ما كان يقبل به محمد عبده، وغير ذلك من أحاديث. هذا أيضا اللي هو أخ حسن البنا، شنو اسمه، جمال البنا، ما زال عايش يمكن، مو أي، هذا أيضا نفس الشيء ينقد ما في البخاري ومسلم وهو باق على بكريته، بس شوية دا يتحرر، فيكفرونهم يفسقونهم يبدعونهم، يقولون هؤلاء أهل بدعة أهل فسق، هؤلاء كذا هؤلاء كذا، إلى أن يكفرونهم. ولو كان الأمر بيدهم وكانت هنالك الخلافة لا قتلوهم بالسيف وحزوا رقابهم وتقربوا إلى الله بدمائهم. طبعا إذا كانت هنالك خلافة أبي بكر وعمر، وطبعا يحزون رقاب الناس بالسيف. فإذن هو يحاول بأي طريقة أن يوصد الأبواب، هذا تكفل تكلف. تكلف آخر أيضا ذكروه اللي هو نقله النووي شارح مسلم لما وصل إلى هذا الحديث اللي من باب فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه. هذا النووي ينقل عن أحد علمائهم عمرو بن الصلاح، معروف عندهم، يقول المراد من هذا الحديث مو ما فهمتموه أنتم، يعني أبو سفيان ما كان إلى هالدرجة يعني غبي أو جاهل اللي يعرض ابنته المزوجة على النبي صلى الله عليه وآله على نحو أنه يريد أن يزوجها إليه، وكأنه ما كانت من ذي قبل متزوجة منه، لا، وإنما أراد تجديد العقد. ليش أراد تجديد العقد؟ لأنه هو الآغا ما كان حاضر في العرس في السابق، ما كان موجود، ولا يليق بشأنه يعني أنه تزوج ابنته بدون يعني قبول منه. فهو عرض على النبي أنه يجدد العقد في محضره، يعني كأنهم سوين غلطة وبعدين شنو يريدون تصحيحها. شوف شو يقول هذا، يقول المراد أن أبا سفيان سأل تجديد عقد النكاح تطيبا لقلبه، يعني أنه رضيني يا رسول الله، طيب قلبي، فخلي نسوي عرس جديد وكذا وعقد نكاح جديد، حتى يعني أنا تكون بنتي يعني برضا مني انتقلت إليك، مو أنه في السابق انتقلت إليك وأنا ما قابل. لأنه كان ربما، شوف هاي التكلفات لماذا والتمحلات، أنه يستخدم ربما، احتمال، كان يظن. ليش؟ أنا ما عنده جواب علمي، هي مجرد ظنون. شنو هالظنون؟ شنو أصلا نصيبة؟ شنو إلها قيمة في الاستدلال؟ المراد أن أبا سفيان سأل تجديد عقد النكاح تطيبا لقلبه، لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاه، أو أنه ظن أن إسلام الأب
في مثل هذا يقتضي تجديد العقد. الله أكبر، أبو سفيان طلع مجتهد وفقيه، ومن شدة فقاهته وتقواه ظن، يعني من الظنون المعتبرة شرعا، أنه ما دام هذه البنت زوجت وأنا كافر، صحيح، وأنا وليها، وليها الشرعي، أنا الآن أسلمت، فما دمت أسلمت فيتطلب ذلك فقها تجديد العقد، لأنه الولي صار حاضرا فيمكن إزالة الشبهة عن العقد. فالعقد ماذا؟ لابد من أن يجدد. شلون فقاهة وتقوى أكو عند أبي سفيان؟ أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا، يعني في مثل هذا المقام، في مثل هذا الفرض، يقتضي تجديد العقد. هذا بعد ما يحتاج إلى تعليق مني، يحتاج؟ ما يحتاج، يعني واضح أنه كلام سخيف، لا شنو يقولون؟ يقولون لا طعم لا لون لا رائحة، ما له أي فائدة أبدا. فإذا هذان نموذجان أيها الإخوة، نموذج لحديث يناقض التاريخ المعاصر المحسوس الملموس، وما زالوا يصرون على صحته ويفتحون بذلك باب الشك في نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وصدقه وصدق إخباراته. الحديث الآخر نموذج آخر لحديث يناقض التاريخ المجمع عليه المتفق عليه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد تزوج بنت أبي سفيان هذه قبل إسلام أبي سفيان أو استسلامه على ما يزعمون، قبل السنة الثامنة تزوجها، لما ارتد زوجها الأول وصار نصرانيا في الحبشة تزوجها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فلماذا إذن الإصرار على الصدق وثبوت وصحة كل ما جاء في البخاري ومسلم؟ نحن لا نحمل عداء شخصيا للبخاري ومسلم، لا قيمة لهما عندنا، فردتا حذاء، لكن المشكلة هي هذه: نريد منكم يا أهل الخلاف أن تتحرروا من هذا الموروث الذي وجدتم عليه آباءكم وأجدادكم. نحن لا نطلب منكم إلا المناقشة في الواقع، أن تناقشوا هذا الموروث، تنقدونه، تبحثون فيه، لأنكم إن تشجعتم وبدأتم بالمناقشة والبحث والتحقيق والتحرر من القيود فستصلون إلى الحق. هذا هو المطلوب لا أكثر ولا أقل. افتحوا باب الأسئلة. من عنده سؤال أولا من الحاضرين؟ شيخ، أنا بالنسبة للبخاري ومسلم، هم طبعا ليس لديهم مجال أو عندهم يعني قابلية أنه ينقدون أو مثل ما تفضلتم، هل نقدر نبني على هذا الكلام أن البخاري ومسلم إمامان معصومان بالنسبة لهم، ولذلك يعني لا يجوز نقدهم وكل شيء جابوه هو صحيح؟ شوفوا، هي المشكلة يعني هم لا يدعون فيهما العصمة، ولكن عمليا كأنهما معصومة، يعني ما يقبل أن يشك في حديث رواه البخاري ومسلم، معصوم البخاري عمليا، نعم، في التعامل، أما في الادعاء ما يدعون أنه البخاري ومسلم معصومة. وهذا للعلم، يعني هذه النظرة التي أسبغت على البخاري ومسلم شيئا من عصمة إنجاز التعبير، وأنهما أصدق يعني الصادقين وأثبت الأثبات وشرطهما أحسن الشروط في تصحيح الروايات، فهذه جاءت مع مرور الزمن، هذه جاءت مع مرور الزمن. وإلا أقران البخاري ومسلم يعني في تاريخهما في
من كان يعاصرهما مثلا ومن جاء بعدهما بقليل كانوا ينقدون ما جاء في البخاري ومسلم. كان هذا شيء مقبول. ابن حزم شوفه مثلا، ابن حزم يتمرد على البخاري ومسلم في أيام، ولذلك يهاجمونه، يهاجمونه كثيرا، يقولون هذا ضال، هذا كذا، هذا كذا. ليش؟ لأنه ليش يتمرد على البخاري ومسلم؟ لأنه كان يناقش هذا، على ما ببالي ابن حزم كان يرفض هذا الحديث. هذا إما مال راجعوا أنتوا في المحلى يمكن، إما هذا الحديث مال أم حبيبة أو الحديث الآخر اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يسأل الله عز وجل أن لا يظهر أحدا على أمته، يقول هذا أنا ما أقبل به. أحسنت سماحة الشيخ. بس خمير نستأذنكم ناخذ بعض اتصالات الأخوان من المشاهدين. لا بس. السلام عليكم. مرحبا. حياك الله، من معي؟ معك عبد الله. عبد الله من وين؟ من لندن. شوف الفدك، شوف. نعم عبد الله من لندن، تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخك ياسر يتناقض تناقض شديد. نعم. أنا من تناقضاته، أولا شوف يعني يقول استخدام، يتحدث عن العقل، يعني هو يعني في شريط آخر تحدث عن التطبير، أين الأدلة إن الإمام حسين أو الرسول كان يطبر؟ ممكن أنت تتحدث عن مخالفين، فأنت الآن يعني في شريط آخر أيضا هاجم على علي خامنئي، هاجم على حسن نصر الله، يعني هذا هؤلاء يعتبروا شيعة، هل هؤلاء بكريين برأيك؟ أليس هؤلاء شيعة؟ فالآن هناك تناقض شديد يعني حقيقة. عبد الله نعم. هدي شوي أعصابك الحين. التطبير والإمام الحسين وبعدين جبت طاري خامنئي ونصر الله، ممكن شوية تعطينا مادة علمية حتى نجاوبها؟ ترى كلامك ما منه فايدة. طيب أنا إيه؟ أسأل، أنا أتكلم عن علم. هو أنا المادة علم العلمية. يعني كلامك علمي هذا الحين؟ نعم. أنا أسأل المادة العلمية، عندما يتحدث عن القرآن، الله عز وجل أرسل الأنبياء والرسل، لماذا أرسل الأنبياء والرسل؟ الله عز وجل يقول ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وفي آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنا سألته سؤال واضح صريح، أنتم عندما تقولون يا حسين أغثني أو يا علي أغثني، هل حسين الله عز وجل يقول لمحمد قل إني لا أملك لكم نفعا أو ضرا؟ عبد الله ما تعتقد أن جاوبنا على السؤال من عندك تقريبا مرتين واتصلت ونفس السؤال طرحته؟ لا 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 لا، أنا لم يجيب. عندما نفس السؤال طرحته مرتين. أنتم هناك تناقض، عندما أحد يقول لكم رافض تزعلون وتغضبون. لا بالعكس، لي الشرف يقول لي أحد رافضي. لا لا لا، أنتم لا، جماعتكم أغلبية يعني. لا مو أغلبية، كلامك مو صحيح. لا 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 لا، عندما تقول للشيعة رافضي يغضب وينفعل. لا ما حد يغضب. لا لا، عفوا عبد الله، لو سمحت أنا أسألك، الشيعة يعني رأيناكم في عاشوراء ونراكم يعني عندما تطلب من قبر من حسين، يعني هل حسين ينفع ويضر؟ الله عز وجل يقول قل زين. عندك غير هذا السؤال؟ لأن جاوبنا مرتين ما راح نجاوبك عليه. طيب أعطني سؤال ثاني. إذا هو يستخدم يتحدث عن العقل، أين العقل يبقى؟ أين العقل؟ أنت أعطني دليلا عندما واحد يضرب رأسه والدم ينزل ويتحدث عن المخالفين، أين العقل؟ عبد الله خلاص أوكي، وصل سؤالك خلاص، راح نجاوب عليه دليلا علميا إن شاء الله. خلاص هذا دليل علمي شرعي من خلاص. أنت مصر على موضوع التطبير، راح نجاوب عليه. مشكور عبد الله، وخلنا نعطي مجال حق الأخوان. حياك الله. شيخنا احنا مشكلتنا ويا اتصالات تينا يعني فعلا مادة علمية قاعد تناقشها وحديث من كتبهم، على طول يتصلون يسألون عن التطبير، بس شو نسوي؟ نضطر ان على اي حال هو ما عنده كان جواب على اللي احنا ذكرناه. خلنا ناخذ ممكن واحد ثاني عنده جواب. انا اوجه من هذا البرنامج رسالة للبكرية اللي عنده شوية ثقافة، مو علم، ما نقول انه عالم، عنده ثقافة اطلاع، طبعا سمع ورقة البحث لسماحة الشيخ، إذا عنده جواب مقنع أو استشكال أو مناقشة نعطيه مجال ونفتح له التلفون. أي مناقشة يتفضل، بس مو يتصل علينا واحد. إحنا سماحة الشيخ تقريبا ساعة وعشر دقائق يتكلم عن موضوع معين، يتكلم على التطبير وعلى حسن نصر الله وخامنئي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ حياك الله، من معي؟ معك بكري من لندن. بكري من لندن، تفضل يا بكري من لندن. مشكور طال عمرك. سمعت الشيخ يعني بالحلقات السابقة أنه يقول أن أهل البحرين هم الأساس من
نعم ورحلوا إلى العراق وتناسبوا ونشروا التشيع في العراق. نعم. هذه قبل مقتل الإمام الحسين أم بعده؟ نعم. كلامه يستشهد أن العراق هم قتلوا سيدنا الحسين رضي نعم. الله عنه والله. شكرا. حياك الله. سلام. نشكر سؤال الأخ بكري من لندن. طبعا هذا الأخ دائما طيب خلينا نجيب على السريع لهذين الاتصالين. أولا نعم. أولا هذا الأخ عبد الله عليه أن يعيد سماعنا مرة أخرى فيما قلناه في المحاضرة الخاصة في التطبير. هو قال هل أكو أحد من الأنبياء طبر وأسال الدم؟ وأنا طلعت لأحاديث موجودة حتى في مصادرهم أنه نعم رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله كان يضرب رأسه بالسيف ويسيل الدم، والأحاديث عندكم صحيحة وخرجتها وذكرت مصادرها بالمجلد والصفحة. روح اعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله وقول أنه ما كان يعني يقوم بعمل حضاري. وذكر أيضا الحسين عليه السلام كان هل هو طبر؟ ذكر ايه؟ الإمام هو طبر أم لا؟ ايه؟ عليه الصلاة والسلام لا. يعني شوفوا هذه نوع من أنواع المغالطة، نوع من أنواع المغالطة. عمر سوى فضائية وكان يطلع بالفضائية يقمز مثل العرعور، ما كان يسوي شنو يعني يصير هذا العمل حرام؟ لا، على فرض ما عندنا دليل أن الحسين عليه الصلاة والسلام قد طبر على فرض، لكن هذا لا يلغي أصل حلية وأصل إباحة هذا العمل. على أنه أساسا عندنا مع قطع النظر عن المصيبة هو كان عن هذه الشعيرة المسنونة، يعني مع أنه أساسا عندنا كقواعد عندنا نحن أنه ما من عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وآله أو أمر به سنة من السنن إلا وكان يقوم به الأئمة الأطهار عليهم السلام جميعا. فعلى هذه القاعدة حتى إن لم نجد دليلا بالخصوص أن الحسين عليه السلام طبر، فحيث ثبت بالإجماع أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطبر، أي كان يسيل الدم من رأسه وكان يسمي ذلك عليكم بالمغيثة عليكم بالمنقذة الحجامة حجامة الرأس، فإذا على هذه القاعدة نقول قطعا الحسين عليه السلام كان يفعل كذلك وأمير المؤمنين والأئمة الأطهار عليهم السلام جميعا، لأن هذه سنة نبوية وما كانوا أبدا يتجاهلون السنن النبوية صلى الله عليه وآله. فعلي أن يراجع، يعني لا يصير مثل ذاك اللي كان يسمع المحاضرة أو كلمة مال ذلك الطبيب في بغداد عن الختان، وطوال المحاضرة آخر شيء أنه ناقل القصة من ذي قبل لكم أنه قال له أنت كل شوية المحاضرة كلش زينة كانت بس كل شوية تريد تختم ما ختمت، لأنه كل شوية تقول وفي الختام وفي الختام، هو مو في الختام في الختان مثلا فوائد كذا، بس هذا نايم وسامع غير شيء. فهذا مع الأسف هم هالشكل صاير. أما السؤال الثاني فأنا عرفت مقصد البكري اللندني، عرفت مقصده شنو هو. هو يريد أن يسأل هكذا، يريد أن يقول أنه أنت قلت الشيعة انتقلوا من البحرين إلى الكوفة ونقلوا التشيع هناك، فهل كان قبل الحسين قبل شهادة الحسين عليه السلام أم بعده؟ ولا شك أنه قبله، فيقول ها شفت صدناكم، إذن معنى ذلك الذين خذلوا الحسين كانوا شيعة. هذا الذي يريد أن يقوله. أقول له وفر على نفسك، استدلالك خطأ. ليش؟ لأنه أولئك الذين نقلوا التشيع إلى الكوفة كانوا صحيح مجموعة من الشيعة نشروا التشيع، لكن من قال أن كل الذين كانوا في الكوفة قد تشيعوا؟ حتى إن قلت أنهم كانوا الأكثرية فليكن، أكل من قبل الإسلام كان مسلما حقا؟ أكل من قبل التشيع كان شيعيا حقا؟ كلا. والدليل الناقض لتشيعهم وأنهم ما كانت الأكثرية في زمان الحسين عليه الصلاة والسلام شيعية، وما كان الذين خذلوا الحسين إلا الذين ادعوا التشيع أو ادعوا قربهم لأئمة أهل البيت عليهم السلام، أنه هؤلاء صنف منهم كانوا من الخوارج وأبناء الخوارج. الخوارج كانوا شيعة. المشكلة عند المخالف هكذا، أنه يتصور يعني يرتب أو ينحل اسم الشيعي لكل من كان في مرحلة ما من مراحل التاريخ مع أهل البيت. الخوارج في مرحلة من المراحل كانوا مع أهل البيت، قاتلوا مع علي عليه السلام معاوية لكنهم تمردوا على ذلك. هذا يكون كاشفا عن ماذا؟ عن أن تشيعهم ليس هو التشيع الذي نصطلح نحن عليه،
وهو الاعتقاد بأن هؤلاء أئمة معصومون واجبوا الطاعة، واجب علينا طاعتهم. ما كان هكذا، وإنما كانت عبارة عن تحالفات وما أشبه. يعني يقول أنا من شيعتك، يعني أنا من الذين أنصرك في هذا الموقف السياسي، مو أكثر من ذلك. وهذا ما يفسر تمردهم على أمير المؤمنين، وخذلانهم للإمام الحسن، وخذلانهم للإمام الحسين عليهما الصلاة والسلام. وهذا ما يفسر أيضا أنك حين تتتبع أقوالهم ومواقفهم كانوا يجلون أيضا أبا بكر وعمر وأمثال هؤلاء. بترية يعني مدعين، مدعي تشيع، هكذا كان. الحسين لما وقف في يوم عاشوراء خاطبهم ماذا قال؟ يا شيعة آل أبي سفيان، كشف واقعهم. يا شيعة آل أبي سفيان، مو يا شيعتنا يا من مثلا كذبتم علينا. فإذن القضية ليست هكذا. التشيع للعلم عادة عبر عصور التاريخ كان دائما عزيزا، بمعنى قليل عدد أفراده، الشيعة الحقيقيين نقصد، عينا مثل ما نحن نقول بعد ظهور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ما زلنا نقول المسلمين الحقيقيين كانوا قل، ما يتجاوزون عدد الأصابع، مع أنه كان أكو آلاف مسلمين مهاجرين وأنصار، والأحزاب اللي بعدين التحقت بالمسلمين خصوصا بعد عام الفتح آلاف مؤلفة، لكن ما زلنا نصر نقول ما كانوا جميعا على الإسلام الحقيقي. والكاشف عن ذلك ما هو؟ أنهم بعد مضي النبي الأعظم واستشهاده صلى الله عليه وآله ارتدوا، كثير منهم أصلا حتى جاهروا بالارتداد صراحة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وينقل المخالفون أيضا تواريخ هؤلاء. واحد منهم اسمه الرحال بن عمرو أو الرجال بن عمرو، أنقله أنا دائما أو أذكره دائما لأنه على لساني. هذا كان من أصحاب رسول الله الملازمين له المشهورين بالعلم والعبادة أيضا، ابن عبد الوهاب هكذا يقول، ومع ذلك ارتد وآمن بمسيلمة. أصلا واحدة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله ارتدت، قتيلة بنت قيس الكندية. فهذا كله كاشف عن ماذا؟ عن أن هؤلاء ما كانوا مسلمين حقا وصدقا. فكذلك أولئك البشر هم البشر. أحسن سمعت الشيخ. إحنا الشباب أي مداخلة للحضور اللي موجودين ممكن يتداخلون حتى بنفس السؤال، بس نعطي أولوية لأن إحنا نمون عليكم، نعطي أولوية حق الاتصالات. السلام عليكم. عليكم السلام أخي عبد الله، وياك بشار من لندن. حياك الله أخوي بشار، تفضل. أحب أوجه سؤالي للشيخ. نعم نعم، بس طول صوتك شوية بشار لأن صوتك شوية منخفض، تفضل. سؤالي هو أنه المخالفين اجى انه يشافون ببول البعير، هل موجود هذا في التراث الشيعي؟ يعني ابوالها البانها وابوالها قللهم النبي الناس انه كان بهم مرض او شيء، بس اريد اتاكد انه هذا الشيء موجود بالتراث الشيعي لو لا. ان شاء الله، مشكور اخوي بشار، حياك الله. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الجواب هم على السريع حتى لا نطول. نعم. نعم موجود في التراث الشيعي، ولكن بآثار ضعيفة وجلها مروية عن المخالفين. ولا نأخذ بها سمعت شيء. ما نأخذ لا. يعني عادة ما نأخذ. لأن الحين استشكالاتهم أكثرها الأحاديث يستشكلون علينا أنها موجودة في التراث الشيعي. هذا مو منهج علمي، يعني أنت تستشكل علي بما أنا أقر باعتباره وصحته وأخذ به. نعم. وليس هذا تراث فيه الغث والسمين يعني. نعم كما ذكرت في موضوع. أما هم لا عندهم يعني هذا مسألة بول البعير، يعني مسألة معتبرة عندهم يعني. كما ذكرت في كتاب مكارم الأخلاق أن الحديث بالي موجود. نعم. هو هذا هم بول البعير على ما ببالي أيضا بمكارم الأخلاق مذكور. نعم أحسن سمحت الشيخ. نفتح مجال الإخوان اللي يبي عنده استفسار. بالي تفهم. بالنسبة للمشايخ الأزهر أو حتى المشايخ الوهابية، لما يعني هم اللي يدرسون سنوات في الأزهر أو في مكان آخر، ويصير عنده شهادة مثلا ماجستير كذا في مجال معين أو دكتوراه، لأن لما يوصل إلى الأحاديث المكتوب موجودة في كتبهم التاريخية، مثلا قضية الهجوم على دار الزهراء عليه السلام وقضايا أخرى اللي مخالفة يعني للدين، مثلا تطرف من النبي مثلا والعياذ بالله، زين هذا لما نشوف هاي الشي روايات شنو يفكر، شنو يعني شنو يسوي؟ هل صدق يعني هو يقبلها أو لا؟ يعني يغض الطرف عنها ويروح يكمل عادتهم غض الطرف، عادتهم غض الطرف للمحافظة على ما تبقى من البنيان البكري الموجود. شوية فتحوا الشباك هناك. مقصود يعني. إيه طبعا
نعم. يعني قصدهم هو هذا، حتى يحافظ على ما تبقى من بنيان العقائدي، لأنه إذا يتوغل في مثل هذه الأمور يتشيع، يعني مسألة واضحة. إذا الغربي يجي يناقش، يعني شنو راح يكون جواب؟ ما عندهم جواب، ما عنده جواب. عادة الغربيين ليش يهزمون هؤلاء الذين يتباحثون معهم في الأمور الحضارية إنجاز التعبير، أو في يعني مسألة خلو الإسلام من الإرهاب، من مثلا كذا، ليش عادة يهزمونهم؟ لأنه التاريخ الذي عندهم والتراث اللي عندهم بالفعل دموي، تراث دموي يعني حقيقي، ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، وأنه والعياذ بالله كان دمويا كما فصلته لكم في محاضرات مفصلة يعني. وكان يهاجم أئمتنا عليهم السلام هذا الشيء بقوة، كانوا يهاجمونه وينزهون ساحة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن هذه الشنائع الدموية، وكانوا يتهمون أنس بن مالك وغيره بأنهم بالفعل كانوا يكذبون على النبي في هذه القضية. أحسنت سمعت شيخ، نأخذ اتصال عندك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، منو؟ بخالد؟ نعم. حياك الله، تفضل أنت على الهواء مباشرة. أسعد الله مساءك. حياك الشيخ ومساء الحضور. حياك الله. أولا لي ملاحظة يعني بتعمل فائدة، يعني يا حبذا لو كان أسئلة الأخوة الحضور أيضا تخرج على الميكروفون لكي نسمعها، لأن الصوت مو واضح، مع أن أنا عندي في الجواب ونحن ولمنا ما كان ما هو السؤال. عفوا لأن الصوت كان عندي طالع واضح، بس مشكور على الملاحظة أخوي أبو خالد. الله يبارك فيك، هذا اللي تعمل الملاحظة. والنقطة الأساسية التي اتصلت بموجبها، أنا أرجو من الشيخ، الحقيقة الشيخ أنا أعرف أنه عاش وترعرع في الكويت، وهو عاشر الذكريين من خلال الشارع العام أو من خلال المدرسة أو من خلال المجالس، ولديه الخبرة الكافية التي نستفيد منها، بل ويستفيد البكريون أنفسهم منها. يا حبذا لو أسقط الشيخ كل هذه الأحاديث المزيفة والمزورة على أفعال هؤلاء البكريين، أحيانا نجد أن أسئلتهم غير منطقية. أرجو من الشيخ أن يسند هذا الكلام الوراء إلى حديث من أحاديثهم التي يقتنعون بها. نحن نعلم أن الماكينة، ماكينة محاسبة الذات، ماكينة محاسبة التاريخ أو إعادة تأهيل الفكر مرة أخرى عندهم هي معطلة تماما، لكن أيضا نستند إلى الآية الكريمة التي تقول ذكر إنما الذكرى تنفع المؤمنين، لعله تفيد في هذه الناحية. أنا أرجو من الشيخ أيضا أن يزيد في إسقاط تلك الأحاديث المزورة والباهتة على أفعالهم الحياتية، أي ممارساتهم فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الآخرين، علهم يرتدعون، علهم يتثقفون، علهم يتفكرون أكثر فأكثر. ولكم جزيلا. حياك الله أبو خالد، مشكور على مداخلتك، نشكر أبو خالد. وإذا إخوان في مايك يركبون لنا يا حق الحضور اللي عنده سؤال يعطونا المايك حتى يطلع الصوت أوضح، أنا كان عندي صوت واضح. نأخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ محمد إدريس من الجزائر. يا هلا أخوي محمد، حياك الله، تفضل. عظم الله أجوركم. أجرك أعظم إن شاء الله. حياك الله. تحية للشيخ الكريم والحضور. حياكم الله وحياكم، أهلا وسهلا. واش نقرأ قصيدة ولا ندير مداخلة؟ والله اللي تبي تفضل أخوي محمد، اللي تريده. شيخ تفضلوا، حياكم الله. أنا أفضل أن أقرأ قصيدة شعائر الحسين عليه السلام. صلوات الله عليه، بارك الله بكم، تفضلوا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله محمد وآل محمد الطيب. شعائر الحسين من لطم وتطبير، شعائر الحسين من لطم وتطبير، عين الشريعة وتأصيل للدين بصير. شعائر الحسين من لطم وتطبير، عين الشريعة وتأصيل للدين بصير. لولاها لضاع الإسلام قول خبير، كما ضاع حق الوصي يوم الغدير. أحسنت. لا تفريط في شعائر الله وتكرير، الزيارة تدخل جنة وتقي زمهرير. زيارة الحسين تفرح النبي البشير، وتسخطه
كل ظالم وناصب شرير. جاءه جبريل فأخبره أن ابنه نحير كربلاء والحسين طفل يلعب على الخصير. وحريم النبي كلصوص في وثاق الأسير. والرأس الشريف على الرمح والقلب كثير. فانتحب النبي لهذا الخبر الخطير. وضم الحسين إلى صدره فاستعبر عبيري. وحديث القرورة للشجون مثير. وحديث القارورة للشجون مثير. دم عبيط يفور بقتل الطهير. يا حسين أنت معجزة اللطيف الخبير. للعالمين حتى يعلم الربيح من الخسير. يا حسين أنت قبلة المؤمن الوفير. الأجر والفخر والنور والعلم الغزير. يا حسين أنت نفس النبي الجدير. بالاتباع لا أبا بكر وعمر. يا حسين أنت نفس النبي الجدير. بالاتباع لا أبا بكر وعمر وراكبة البعير. أحسنت. الخسران والهجران للبكرية والتحقير. من انقلابها عن مراد النبي النذير. ما خرج نبينا من هذه الدنيا بقطمير. إلا وهو فاخض على أمة تنكرت نكير. يا أيها التشيع العظيم الثأنف المثير. فشعائر الحسين فجرت البكرية كل تفجير. وإن شئت يا أيها التشيع العظيم الثأنف المثير. فشعائر الحسين لا توقفها سلفية الحمير. أحسنتم. بارك الله. حياك الله أخوي محمد. أخوي محمد إن شاء الله لازم يكون بيننا اتصال بعد البرنامج نبي موضوع طباعة الديوان ونشره إن شاء الله. جزاك الله خير. إن شاء الله تعالى. حياك الله أخوي محمد. ما شاء الله ما شاء الله. هذا حقيقة رجل موفق واقعا. الحمد لله. سمعت شيخ مثل شوف شلون المتشيعين. يعني هذا رجل متشيع جزاه الله خيرا. ومهتدي ومتفاني في أهل البيت عليهم السلام. شوف شلون هكذا بسهولة بناء على الفطرة السوية استقبل شعائر الحسين عليه السلام ونظم فيها أبياتا بما في ذلك الإدماء المقدس. في حين هذا اللي يدعي أنه شيعي صار له 1400 سنة شيعي يقول لا هذه مو حضارة مو حضارية. نعم. سمعت شيخ الأخ محمد في مكتبته تقريبا 5000 كتاب ما شاء في التفسير الله. وفي كل فروع الدين. بارك الله بحزاد إنسان الله مثقف علما وإيمانا إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ معك أبو محمد من بريطانيا. تفضل أبو محمد. السلام عليكم وعلى سماحة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سماحة الشيخ ما قصرت. أنا متابع ومتابع جيد لقناتكم ولمحاضرات سماحة الشيخ. وأيده تماما في كل ما يقول حول البكرية. بس لكن عندي ملاحظة واستفسار. ما أدري هل يجد سماحة الشيخ مصلحة الآن في هذا الظرف بالتعرض إلى الرموز الشيعية بغض النظر عن اتفاقنا واختلافنا معهم. هم الآن رموز لبعض الشيعة لأغلبية الشيعة وبالتالي نحن كشيعة مستهدفون. فهل هناك مصلحة في التعرض لهؤلاء؟ فقط عندي هذا السؤال وبارك الله فيك. حياك الله أخوي محمد. من متى تتابع قناة فدك؟ من فترة طويلة أتابع قناة فدك. أبو محمد ترى هذا السؤال تقريبا طرح أكثر من 3-4 مرات والظاهر نعم. فاتك ما بس إن شاء الله راح أخلي سماعة شيخ إجابة مرة أخرى. إن شاء الله بارك الله فيك. حياك الله. حياك الله. السؤال مكرر وجاوبنا عليه بتفصيل بس طبعا ما نقدر نرد الإخوان. ناخذ اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. من معي؟ ثائر من العراق. ثائر من العراق تفضل. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ثائر الدراجي؟ الله وبركاته. اي نعم نعم. حياك الله. صوتك متغير اخ ثائر. انا ما اعرف الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن عدوه. السؤال أول سماحة الشيخ حول مسألة ما ظهر في الأونة الأخيرة من بعض البكرية بأنهم بدأ يستفيق بعض الشيء، خاصة سمعنا كلام مثل لما يسمى بالدكتور عدنان إبراهيم بدأ ينتقد بعض الروايات في البخاري وفي مسلم، وحتى ينتقد يعني نقد قوي لمعاوية يزيد، حتى وصل به النقد إلى عثمان وبعض أفعال عمر، فهل هذا التحسن ترى فيه خير إن شاء؟ انقطع الاتصال من الأخثار، والأخثار أنا حبيت أوجه له رسالة، أنا شخصيا كلمت اللي يقول عنه أنه من فتح الدكتور عدنان الإبراهيم، ووجهت له دعوة رسمية إلى مناظرة الشيخ ومناقشته، والحين من قناة فدك مرة أخرى إذا عنده علم وإذا مو منتحل محاضرات سماحة الشيخ كذوبة عدالة الصحابة، وحاول يأخذ منها ويحسنها ويطرحها للملأ، إنه يتفضل ويناقش سماحة الشيخ موجود ولا ينتقده في وسائل الإعلام، وممكن إحنا نعطيه مجال وهو يعرف إنه عندنا إنصاف وعندنا حرية إن نعطي الإخوان يتكلمون يقولون اللي يعطونه. السلام عليكم. انقطع الاتصال. سماح الشيخ نقدر نجاوب على أسئلة الإخوان؟ نعم. أبو محمد، بس طبعا الرموز هذا يحتاج لفترة طويلة، فأنا نقول ناخذ كم سؤال حتى نجاوب، لأن هذا الرموز راح ناخذ فترة تقريبا تشرح له، وهذا ناخذ كم سؤال بعدين نجاوب عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي؟ سعيد من أوكرانيا. تفضل أخوي سعيد، حياك الله. تفضل على الهواء مباشرة، تفضل. أخ سعيد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. تحية لك أستاذ عبد الله ولا شيخ ياسر. حياكم الله وبياك. أنا في بنت ذكرية من طائفة أهل الخلاف طلبت مني أتصل بقناتكم الكريمة وأسأل كم مسألة عنها بالنيابة. نعم. فهي قالت أنا أعرف أبو بكر وعمر وعثمان عندهم أخطاء، والأولى بالخلاف إمام علي عليه السلام، فهي قارئة التاريخ. بس عندها سؤالين رادت الشيخ يجاوب عليهن، قالت إذا الشيخ جاوب عليهن تصير شيعية. السؤال الأول تريد مصدر من كتب إلى الخلاف، اسم الكتاب والجزء والصفحة ورقم الحديث لما عائشة قتلت رسول الله صلى الله عليه وآله. والسؤال الثاني هم تريد مصدر من كتب إلى الخلاف، اسم الكتاب والجزء والصفحة ورغم الحديث لما عاش فعلت فحشة الزنا وعن مع مين شو اسمه. هاي بالنسبة لهذه بس مداخلتي، أنا قبل ثلاثة أسابيع وأكثر اتصل الدين العبدين من بلجيكا وقال للشيخ كمل آية 49 في سورة الجاثية، هي الذكر، فكان إعادة للبرنامج، فشفت القرآن أصلاً سورة الجاثية ما فيها 49 آية، كل الآيات 37 آية، هاي بالنسبة هاي. وبعدين في مداخلة ثانية في كتاب حياة الحيوان الدميري عند فضائل عمر بن الخطاب لعنة الله عليه، يقول لعنة الله عليه، يقول عند وفاة عمر أظلمت الدنيا بحيث الأطفال يسألون آباءهم وأمهاتهم صار الليل، لا ولكن قتل الخليفة الثاني، إن الأفق تغير بعد قتل الخليفة الثاني. يعني تشوفون بالله بالنسبة هذا البكري عبد الله سوى اتصل يقول أنتم تقولون يا علي يا حسين شيء بده يريد على هاي. وثانيا أسماء بنت أبي بكر كانت تمارس المتعة، ففي كتاب سنن الكبرى للنسائي، سنن الكبرى للنسائي الجزء الخامس مؤسسة الرسالة بيروت صفحة 233 رقم الحديث 5515 أخبرنا محمود بن قبلان المروزي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كنا نمارس المتعة. هاي مين تقول؟ تقول أسماء بنت أبي بكر. وبالنسبة لهذا اتصل البكري قال برضه من بريطانيا عبد الله قال أنتم ليش يا علي ويا حسين وهيك، انا بدي يعني هو كيف بدي يفسر لي هاي الايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. يعني ليش نبي يعقوب ما قالهم لا 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 تشركون، هذا كفر، وروح أنت استغفر عند الله، وشرك هذا وكفر. ليش هو نبي وموجودة شو اسمه الآية؟ ومداخلتي الأخيرة بالنسبة ل الآن عمر تتذكر يا أخي سعيد الآن عمر الله ينعل عمر يعني نسيت أنا ونشكركم والشيخ ياسر والله أنت قوي الله يجزاكم وأستاذ عبد الله مثل السبع واقف معه وأختم حديث البيت نشعر على الوهابية كذا ألف نعل على خيها سمتك يا وهابي يا ذيل الشلف يا جمة الواوي العين عورة هدلاوي ألفنا على خيها سمتك يا وهابي وشكرا السلام حياك الله وعليكم السلام ورحمة الله طيب الله أنفاسك أخوي سعيد لعنة الله على الوهابية اطلع لي فاصل دقيقة مخرج خلنا نرجع